قصة بالنسبة للفائدة، إنسان تاب كان يضع أمواله في البنك فتاب منها، فما حكم الفائدة؟ أعطوه فائدة، هل يرميها أو يستخدمها في شيء؟ أولا لا تسمي الربا فائدة ولا تؤخذ بصوت الجمهور، لا تؤخذ بصوت الجمهور كرباج، يعني تعرف هذا صوت الجمهور والذي اعترفت أنت وقلت هكذا يقولون. ما الذي يقول هكذا؟ الجمهور غافل عن شريعة الله، هذا اسمه ربا. ودرهم من الربا أشد عند الله من 36 زنية، فهم يسمونها بغير اسمها إيش؟ فائدة. فلا تنجر مع صوت الجمهور ولا تسق بالسياط هذه التي يساق بها الجمهور. بعد ذلك نقول هذا الربا لك سبيل من سبيلين، أحدهما أرجح عندي من الآخر. أحد السبيلين أن تدعه في البنك، ما دام أينما أن تتركه في البنك، والسبيل الآخر وهو الأرجح عندي أن تأخذه وتصرفه في المرافق العامة. والمقصود بالمرافق العامة يعني شيء ينتفع منه الجمهور وليس يستفيد منه شخص بعينه ولو كان فقيرا، ولو كان فقيرا. مرافق عامة مثلا تعبيد طريق، سحب سبيل ماء في مكان يحتاج إلى الماء، وعلى ذلك فقط. واضح الجواب؟